مباريات هذا الدور من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وسط عدد كبير من النجوم الحاضرة. قيادة تحكيمية من شيلي في هذه المباراة بتواجد الحكم بيرو ماسا حكم ساحة في هذه المباراة، سيكون في غرفة الفيديو أنجيلو إرموسيلا، بينما حكام المساعدين في هذه المباراة خوسيري طمال ميغال روتشا. والكورة والتشويق في أجواء المملكة، اللمسات، المهارات، البينيات الأرضية، لكنها بعيدة على كريستيانو. الدقيقة الأولى، الهجمة الأولى، الفرصة الأولى، الانطلاقة الأولى، النصر اللي يسعى للانتفاضة، النصر اللي يسعى للفوز، النصر اللي يسعى للوصول، النصر اللي يكتب اليسار إلى تيليز. عرضية تيليز خطيرة بالرأس، لكنها أقرب بعد ذلك إلى غريت تمويه، غريت تسديد، وكرة وفرصة وتسديدة. يا إلهي، هل كان فيها تسلل اللقطة الماضية؟ الإشارة وصلت متأخرة، التسلل على ديباري غراي في الكرة تتساب. هندرسون بينية خطيرة، فينالدو قوية. يا إلهي، حلوة 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 حلوة، لقطة ولا أروع، تصدي ولا أجمل. أي تحدي، أي اندفاع، أي هجوم، أي تسديد. العقيد يتألق في صدها في رد طويلة، وحاول لكريستيانو طولها على نفسه رونالدو شوية، تغطية، تدخل وخطأ ضد رونالدو، خطأ ضد كريستيانو في اللقطة الماضية للشاب محمد عبد الرحمن اللي وجد نفسه أمام أسطورة بحجم كريستيانو رونالدو. وهذه خطيرة نصراوية، رونالدو، رونالدو يحاول التمويه، ضاعت منه، لا شيء في قرار الحكم، لا شيء. طويلة خطيرة لجري، يحاول على اليسار بعيد عنه، لكنها في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. الحكم شيلي يعتبر عدم وجود خطأ لرونالدو في اللقطة الماضية، يعتب كريستيانو على غير العادة هذه الصورة على حكم المباراة، توتر لم بروسو، تمويه، تمرير، فرصة لأوتافيو داخل منطقة مرمى، والتمرير المين يصل كريستيانو لساديو، تأخر ماني، وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة على ساديو ماني. عودة سريعة كانت من جانب حامد، يفضل اختراق لوحده حمدان مر، حمدان مر، وكرة فيها وصول الحارس. هل كان فيها شيء؟ أم كان يمثل حمدان في اللقطة الماضية؟ لا يوجد ركلة أهداف. طويلة لرونالدو، الكنترول لكريستيانو داخل منطقة، تغطية وتدخل، إبعاد وتسلل على رونالدو، تسلل في اللقطة الماضية على رونالدو. لقطة كانت خطيرة لمصعة النصر، لكن في تسلل على كريستيانو، في تسلل على كريستيانو في هذه اللقطة. فرصة كالدو، هذه كرة كريستيانو، كريستيانو مر والتسديدة. يا إلهي، أي لقطة، أي كرة، أي كرة، أي فرصة، أي تسديدة يا رونالدو. عدى بمهارة عالية كريستيانو. شوف نيات للبرتغالي أوتافيو، بوشر على اليمين، نصراوية بينية، لكن الدفاع تدخل. أنا تاليس كامر، تاليس كامر، تاليس كبينية، لكنها طويلة. حمدان يحاول بناء الهجمة، العمري افتكى، يلعب عرضية خطيرة، لكن الدفاع تغطية وتدخل. مبدأ الأمان في هذه الكرة، مبدأ الأمان في هذه الكرة. غريف وبانا، غريف وبانا، صراع بين الاثنين. دي ماري بعودة للوراء، محمد عبد الرحمن طويلة إلى الأمام بدون تركيز. دقائق في هذه الأثناء، يتكلم مع غري، نجم ليفربول ونجم إيفرتون، لمن هي لتاليسكا. طلب الكرة في المساحة من بروزو، عرضية حلوة، لكن الدفاع حلوة حلوة، كرة حلوة، تسديدة، فرصة. يا إلهي، لقطة نصراوية خطيرة، وكرة لرونالدو مرة أخرى. هندرسون يفتك، الله على الفرصة، غراي، مرة غراي، مرة غراي، وكرة، فيها تسلل على ديماري، فيها تسلل على غراي.
يا لها من فرصة خطيرة اتفاقية، فرصة كانت انفراد عدى من الحارس العمري بروعة كبيرة، مباراة كبيرة 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 لعمري أو الهال في هذه الأثناء. بروزو حطها لكنها في يد الحارس، تسديدة في المكان اللي تواجد فيه باولو فيكتور. عودة لبروزو، البحث عن كريستيانو، هذه بينية خطيرة، رونالدو تحرك ذكي لكن بدون متابعة، الكويتبي يحاول بكرة وإبعاد في اللحظة الأخيرة. يا الله أي شوط يا عمري، أي دقائق يا عبد الإله، العمري يتألق في صد هجمة اتفاقية رائعة. المحاولة من جانب بروزو خطيرة وفرصة لكن فيها تسلل على كريستيانو. حلوة الفكرة، ذكية الفكرة، جميلة الكرة، لكن فيها تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية بعد تمريرة ذكية من بروزوفيتش. بروزوفيتش خلف المدافعين، كان في تسلل، نعم تسلل على رونالدو. عودة للوراء، تيريس عرضيات تكفي، لمسة واحدة تكفي، كرة واحدة تكفي لأن يغير تاريسكا كل شيء في الملعب، ثم يرقص في ساحة النصر مثل ما اعتاد أن يفعل كثيرا بعد العودة. يلغي هدف المباراة حكم اللقاء. يا إلهي يا إلهي على لقطة، مش عارف ما الذي حدث في لقطة الهدف بالضبط، لكن على ما يبدو احتسب خطأ على كريستيانو وليس على تاليسكا. يكاد أن يجن رونالدو على قرار الحكم في هذه الأثناء. الكرة تصل من جانب سيكو، فوفانا يحاول بناء الهجمة، اللمسة، يتوقف اللعب أم لا؟ سننتظر. حمدان على الأرض، نعم سيتوقف اللعب بسبب إصابة حمدان. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. حكم اللقاء يستدعي تاليسكا، يعطيه إنذار. بطاقة صفراء لتاليسكا، بطاقة صفراء لتاليسكا. هذه المباراة الحكم الشيلي يتخذ قرارات تثير ضجة كبيرة في الأول بارك. بعد أن سجل تاليسكا هدفاً تم إلغاء بدعة. والآن عودة للزميل الأخضر بالريش مع الكباتن الأعزاء. لمسة تصل إلى رونالدو، محاولة باتجاه ساديو ماني، التسديدة لكنها في يد الحارس في توقيت حاسم. في الحقيقة أنه الإثارة أكبر والروعة أكثر والمباراة الأجمل. الكرة لأوتافيو، أوتافيو باتجاه رونالدو، طويلة لكن التمريرة فيها أصل إلى انتصار جديد ثمين على مستوى بطولة الكاس. تيليس يلعب كرة عرضية خطيرة لكن فيكتور من مر، الفنان مر، أوتافيو مر ولكن التغطية، وبعد ذلك الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة أوتافيو وإنذار على حمدان بروعة كبيرة. لوحده كان أمام أكثر من لاعب، حل فني رفيع المستوى، حل على مستوى عالي. انتظار هذه الكرة، الفرصة النصراوية تلعب روعة ولكنها مرت حلوة جميلة جميلة من جانب التيريز ولكنها مرت بمحاذاة القائم. لقطة في منتهى الروعة بالقدم اليسرى لأليكس، شوية مرت بمحاذاة القائم من تيليس. تحرك بجانب ساديو ماني، الكرة العرضية صدمت فيها خطأ، نعم لمسة يد، لمسة يد في اللقطة الماضية، يطلبها رونالدو من الحكم أن يخرج إنذار، أن يخرج إنذار كان يطالب رونالدو. ردت فعل رونالدو في الجدار مرة أخرى، رونالدو طويلة بالرأس خطيرة لكنها مرت. يا الله كم كانت جميلة اللقطة الأخيرة للعمري، العمري بعد تسديدته وتمريرة رونالدو. شوف بروعة كبيرة من كريستيانو عن مرمى النصر، ومرة يبحث عن شباك الخصم. خطأ وإنذار، إنذار، نعم إنذار. يا الله
دقائق صعبة في هذه المباراة. نعم نعم الإثارة بلغت ذروتها الآن. طرد على الاتفاق، تدخل قوي ومعركة بعيدا عن الكرة على العشب على الجهة اليسرى، يحاول مرة ساديو ماني وتمرير الكرة. يا إلهي خطيرة خطيرة، جميلة جميلة، قريبة قريبة. رونالدو محاولة، رونالدو تمرير لمن؟ هي تمريره يا إلهي بلمسة سريعة. الموسى لأندرسون مرة أخرى بكرة عرضية خطيرة. مستحيل اللقطة الماضية يا جيرارد، يا جيرارد خطيرة وكرة. يا إلهي لقطة مستحيلة، يا لها من فرصة قريبة، يا لها من كرة على يحيى على جهة اليسار يبحث عن كرة عرضية خطيرة. أحلى فرحة، أحلى همسة، أحلى لدغة، أحلى كورة، أحلى هدف، أحلى توقيت. ماني في الوقت الإضافي هدف نصراوي بعد تمريرة رائعة من جانب أيمن يحيى البديل بالتمريرة.